هذا كتاب ذكرت فيه فضل القناعة وصفتها. القناعة الرضا بالقسم، يقال قنع الرجل قناعة إذا رضي. وقال أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال لبيد: فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع. وقال آخر: وللرزق أسباب تروح وتغتدي، وإني منها بين غاد ورائح، قنعت بثوب العد من حلة الغنى، ومن بارد عذب زلال بمالح. وقال آخر: كن بما أوتيته مقتنعا تقتفي عيش القنوع المكتفي، كسراج دهنه قوت له، فإذا غرقته فيه طفي. قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال حدثنا ابن وهب عن أبي هاني حميد بن هاني عن أمر بن مالك عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال حدثني عيسى بن أحمد الصدفي، قال حدثنا محمود بن ميمون الفخاري، قال حدثنا عبد الله بن يحيى الموافري، قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هاني عن أبي علي الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال حدثني يوسف بن محمد بن الفرج، قال حدثنا يحيى بن عبدك، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، قال حدثنا حيوة، قال أخبرني أبو هاني أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال أنشدني محمد بن عبد الواحد أبو عمر، قال أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال: لا تحسبي دراهم ابني مدلج تأتيك حتى تدلجي وتولجي، فاقتنعي بالعرفج المسحج وبالثمام وعرام العوسج. قال حدثني عمر بن سهل، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا يحيى بن عبد الملك، قال حدثنا زمعة بن صالح، قال: كتب إلى أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه إلا رفع عليه حوائجه، فكتب إليه: أما بعد، فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات، قد رفعت حوائجي إلى ربي، ما أعطاني منها قبلت، وما أمسك علي منها قد. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال، قال حدثنا محمد بن عمار الرازي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. قال أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلفني في كل غائبة لي بخير. وكان ابن عباس يدعو بهذا الدعاء. أخبرني جعفر بن عيسى، قال حدثنا خالد بن مخلد المروزي، قال حدثنا الحسين بن سعيد بن ابنة علي بن الحسين بن واقد، قال حدثني جدي علي بن الحسين بن واقد، قال حدثني أبي، قال حدثني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن غيلان، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا جعفر بن برقان عن معاوية، وما بعده منقطع في كتاب بن غيلان، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع في خلقي، وبارك لي في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني.
اصبر على كسرة وملح، فالصبر مفتاح كل زين، ولا تعرض لمدح قوم يدعو إلى ذلة وشين، واقنع فإن القنوع عز والذل في شهوة بدين. باب الحث على لزوم القناعة والصبر عليها. قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك قال أخبرنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو بكر الداهلي عن ثور بن يزيد عن خالد بن مهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. ابن آدم، إذا أصبحت معافا في جسدك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. وأنشد: رضيت من الدنيا بقوت يقيمني، فلا أبتغي من بعده أبدا فضلا، ولست أروم القوت إلا لأنه يعين على علم أرد به جهلا. فما هذه الدنيا بطيب نعيمها، لأيسر ما في العلم من نكتة عدلا. باب في ذكر ما يبعث على استعمال القناعة. قال أخبرنا أحمد بن عمير أبو الحسن بن جوصى قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن عفير قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن وهب بن مسلم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن محمد بن أبي مسلم الهلالي عن أبيه عن الحسن عن فرقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أردتم أن تدركوا ما عند الله عز وجل كونوا في الدنيا بمنزلة الأضياف. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشب قال حدثنا الحسن قال: لما نزل بسلمان الموت بكى، قال فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أخشى أن لا نكون حفظنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول: ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب. قال أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب بن البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: لما حضر سلمان الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما إني لا أبكي جزعا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فتركنا عهده أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. قال: فلم ما مات نظروا فإذا نحو من قيمة 30 درهما. قال: باب أقنع الناس هم أغنى الناس. قال أخبرني أبو أحمد بن عيسى قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: أي رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: يا رب، فأي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم بما أعطيته. قال: يا رب، فأي عبادك أعدل؟ قال: من دان من نفسه. قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا إبراهيم ابن مجشر قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى عليه السلام: أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. قال: فأي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: يا رب، فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسي بما يحكم على الناس. باب ما يحبب إلى الإنسان القناعة. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب وعن حميد عن مورق العجلي أن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما دخل على سلمان رضي الله عنه يعودانه، فبكى فقال: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أحد منا. قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال مورق: فنظروا في بيتي فإذا إكاف وقرطاط وقيمة 20 درهما. قال أخبرنا أبو يحيى الساجي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب أن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما دخل على سلمان يعوداني فبكى فقال له: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أحد منا. قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب.
قال حدثني علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عامر بن عبد الله عن سلمان الخير قال عن سلمان الخير حين حضره الموت عرفوا فيه بعض الجزع فقالوا لو ما يجزئك يا أبا عبد الله قد كانت لك سابقة في الخير شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازي حسان وفتوح النظام قال يجزئني أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا فقال ليكفي المرء منكم كزاد الراكب فهذا الذي أحزنني فجمع مال سلمان فكانت قيمته 20 درهما. قال أخبرني عبد الرحمن بن حمدان وبكر بن أحمد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حفص البصري عن الحسن بن أبي الحسن قال مر سعد بن أبي وقاص على سلمان وعليه قميص قطري فلما رآه سلمان بكى فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله قال وصية أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف أن لا أكون حفظتها قال سعد وما هي قال قلت ما يكفيني من الدنيا قال مثل زاد الراكب قال سعد أوصني يا أبا عبد الله قال اذكر الله عند همك إذا هممت وعند حكمك إذا حكمت وعند يدك إذا قسمت قال وكان الحسن يقول يا سبحان الله كانوا فقهاء علماء علم أنه لا يكون عمل حتى يكون هم يا ابن آدم إذا هممت هما فإن كان هم خير فامض له وإن كان هم شر فأمسك عنه فإن المؤمن هو الوقاف. باب الأسباب التي تهون القناعة على الإنسان. قال أخبرني علي بن محمد بن عامر قال حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سعيد الصباحي قال حدثنا عيسى بن واقد البصري في أيام هارون قال سمعت محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انسد كلب الجوع عنك برغيف وكوز من ماء القراح فقل على الدنيا وأهلها الدبار. قال حدثني علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن سايق بن أبي خديجة قال حدثنا ابن وهب عن الماضي بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من ماء القراح فعلى الدنيا وأهلها الدبار. قال حدثنا أحمد بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن عفين قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا ابن شابور محمد بن شعيب عن أبي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق 10,000 ودرعها مخروق وكانت تقول لا حاجة لي في الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب. قال حدثنا عبدان وابو يعلى قال حدثنا عبدان وابو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا قتادة عن خليد بن عبد الله العصري عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس قط الا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الارض غير الثقلين ايها الناس هلموا الى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر والها. قال أخبرني أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن خليد بن عبد الله الأنصاري قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر والها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خليد بن عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيا ملكان يناديان وإنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر والها. قال أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام الجمحي قال قال قلاخ لأبي جهل والحارث ابني هشام
فهل يخلدن ابني هشام غناهما وما يجمعان من مئين ومن ألف؟ يقولان نستغني ووالله ما الغنى من المال إلا ما يعف وما يكفي. وقال امرؤ القيس فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قال حدثني علي بن محمد بن عامر ومحمد بن عمرو بن سعيد قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا فضال بن جبير قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا إلى ربكم عز وجل ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. باب. حدثني زيد بن عبد الله البهراني قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي توبة العنبري عن عباد بن كثير بن قيس التميمي عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير. قال أخبرني محمد بن مخلد العطار قال حدثنا علي بن حسين بن أشكاب حاء وأخبرنا أبو بكر بن سابوري قال حدثنا عبد الملك الميموني قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج عن أبي الحويرث عن زرعة بن عبد الله البياضي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإنسان الحياة والموت خير له من الفتن ويحب الإنسان كثرة المال وقلة المال أقل لحسابه. قال حدثني عمر بن سهل قال حدثنا محمد بن مغيرة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال خرج عمر بن سعد إلى أسعد وهو بالعقيق فقال إنك اليوم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدت بدرا ولم يبق غيرك إنما هو معاوية بالشام فلو أنك أبرزت للناس نفسك ودعوتهم من الحق لم يتخلف عنك رجل. فقال سعد أقعد حتى إذا لم يبق من عهدي إلا ظمأي الدابة أضرب الناس بعضهم ببعض إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الرزق ما يكفي وخير الذكر ما خفي. قال أخبرني محمد بن محمد الباهلي قال حدثنا سليمان بن عمر الأقطع قال حدثنا عيسى بن يونس عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بتة عن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي يا أبتا أنت من أهل بدر وأنت ممن اختار عمر للشورى ولم يبق من أصحاب بدر غيرك فلو أبرزت شخصك لم يختلف عليك رجلان. فقال أجلس حتى إذا لم يبق من أجلي إلا ظمأي دابة أخرج فأضرب الناس بعضهم ببعض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. قال حدثني سلم بن معاذ قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور حاء وحدثني الحسين بن موسى قال حدثنا إسحاق بن رزيق قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا الثوري عن منصور والأعمش حاء وأخبرني أبو أيوب قال حدثنا زكريا بن الحكم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور حاء وأخبرني أبو علي بن شعبة قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل قال جاء معاوية رضي الله عنه إلى خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده وهو يبكي فقال يا خال ما يبكيك؟ قال يا خال ما يبكيك أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم أخذ به. قال يا أبا هاشم إنك ستدرك أقواما يؤتون أموالا إنما يكفيك من جميع ذاك المال خادم ومركب في سبيل الله وأراني قد جمعت. قال سفيان فحدثني إسماعيل بن أبي خالد أنه قال أحسبه قال فيا ليته كان بعيرا محيلا. لفظ معاوية بن هشام. باب الاستغناء عن استعمال الأرضية. قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي وقال حدثنا أحمد بن موسى البزاز قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد كان أصحاب الصفة 70 رجلا ما لهم أرضية.
قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا محمد بن يحيى بن كثير قال حدث ابن كثير قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما كان لباسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النمار يعني برود الأعراب. قال أخبرني أحمد بن محمود الواسطي قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينخر له الدقيق ولم يكن له إلا قميص واحد. قال أخبرني محمد بن أحمد المهاصر قال حدثنا محمد بن عبد الله الحداد قال حدثنا بشر بن مهران الخصاف قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء زوجين لا قميصين ولا ردائين ولا إزارين إلا من النعال. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن زهري عن أبي سلمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما أسأله فجعل يعتدي إلي وأنا ألومه فحضرت الظهر فخرجت فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة فوجدت شرحبيل في البيت وجعلت ألومه فقال يا خالة لا تلوميني فإنه كان لنا ثوب فاستعاره النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله ولا أشعر. قال شرحبيل ما كان إلا درع رقعت جيبة. قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن ابن سيرين أو غيره عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحفصة أنشدك بالله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بلال فيؤذنه للصلاة فما يجد ثوبا يخرج فيه إلى الصلاة حتى ييبس ثوبه فيخرج فيه إلى الصلاة. باب. قال أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد المطبقي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل غسل ثيابه فلم يجد له خلقا، ورجل لم ينصب على مستوقدي بقدرين قط، ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد. قال حدثني أحمد بن محمود الواسطي قال حدثنا أحمد بن يحيى المقرئ قال حدثنا أبو عامر بن منصور ابن عمار قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بغير حساب: الرجل غسل ثيابه فلم يجد له خلقا، ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين، ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن كان تمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا توقد في نار، إن وجدوا زيتا ادهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه. باب. أخبرنا قطان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. باب. أخبرني أحمد بن حسن بن هارون قال حدثنا أحمد بن عبد الله المقرئ قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشاء لغدا ولا غدا لعشاء
قال حدثنا علي بن عامر قال حدثنا محمد بن حارث بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا داود بن هلال عن حبان بن علي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا بغناء الله عز وجل قيل وما هو قال عشاء ليلة أو غداء يوم. باب أخبرني أبو عروبة قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن عمي الحكم بن عمير قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبنا. باب أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عباس بن فروخ الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا 9 تمرات فكنا 9 فأعطى تمرة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن هو النسوي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النادي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 تمرات بين 9 أنا فيهم. قال حدثني محمد بن علي بن بحر قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا فأصابني 3 تمرات واحدة منهن حشفة قيل له كيف وجدت الحشفة قال أشدهن ممضغة. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن عون الخراج قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال نبئت عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال أخبرنا محمود بن محمد قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حاء وأخبرني أبو علي قال حدثنا داود حاء وأخبرنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قالوا حدثنا محاضر بن مورع اليامي قال حدثنا الأعمش عن ابن أخي ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عباس الدوري قال لي بعض أصحابنا ابن أخي ابن شبرمة هو عمارة بن القعقاع. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أخبرني ماقل بن زياد السوسي قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. قال أخبرني محمد بن عبد الحميد الفرغاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الوليد بن شميع قالوا حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي قال حدثني ابن فضيل قال حدثني أبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. باب ما يدفع به الإنسان عن نفسه معرة الغناء. قال أخبرنا أبو عروبة والحسين بن موسى بن خلف قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن يزيد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا أبو محمد ابن يزيد بن سنان حدثني أبي أبي محمد أبي محمد أبي محمد ابن بدل قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي يزيد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن بلال حاء وأخبرني محمد بن أحمد بن المهاصر قال حدثنا محمد بن الحسين ابن بنان قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء عن بلال المؤذن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى الله فقيرا
ولا تلقوا غنيا. قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال إذا رزقت فلا تخبى وإذا سئلت فلا تمنع. قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال هو ذاك وإلا فالنار. باب. أخبرني أبو الحسين عبد الملك بن إبراهيم الدقاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا صالح بن حسان الأنصاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي فلتكن بلغتك من الدنيا كزاد الراكب ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقعيه وإياك ومجالسة الأغنياء. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شبيب حاون قال حاون وأخبرنا كهمس بن معمر قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح حاون وحدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني الضري قالوا حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن كيسان المدني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك من الدنيا زاد الراكب فإن سرك اللحوق فإياك ومخالطة الأغنياء ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقعي. قال حدثني علي بن أحمد الجرجاني قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عينة عن صالح بن كيسان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست أبكي عند رسول عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك إن كنت تريدين اللحوق بي يكفيك من الدنيا كزاد الراكب ولا تجالس الأغنياء. باب. أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن مكرم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حريث بن الشايب قال حدثنا الحسن قال حدثني حمران بن وبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جلف هذا الطعام وبيت يكنه وثوب يستر ما عدا ذلك فهو فضل. قال الحسن فقلت لحمران ما بطى بك عن هذا الأمر وقد سمعت من عثمان قال دنيا تقاعدت بي. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال حدثنا الحسن قال حدثنا حمران عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم فيما سوى هذه الخصال حق بيت يكنه وثوب يستره وجلف الخبز والماء. لفظ أبي خيثمة وقال إسحاق بيت يستره وثوب يواري عورته. أخبرني إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا حريث بن السائب الحسن قال أخبرنا حريث بن السائب عن الحسن قال حدثنا حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما سوى ظل البيت وجلف الخبز والماء البارد وثوب يواري به عورته وليس لابن آدم فيه حق. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حريث بن السائب وهو مؤذن بني أسيد قال سمعت الحسن يقول حدثنا حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم فأما كل شيء فضل عن ذلك ليس لابن آدم فيه حق. قال أخبرني محمد بن حمدوي قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فوق الخبز وجرة الماء أو ظل الحائط أو ظل شجرة فضل يحاسب به ابن آدم يوم القيامة.